الناس كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما شفتوا معايا اليوم ان شاء الله غنشرب معكم مربى ديال الخوخ والشهديه كيف ما شفتوا، وتقدروا ديروا غير الخوخ بوحديتو ولا الشهديه، ولا بغيتوا غير الخوخ بوحدو طبعا دخلوا لعندي غتلقاو بلا ليست فيها مربى وغادي تلقاو الطريقه ديالو كيف ما شفتوا معايا. طريقه اللي سهله مهله وصراحه معتمده عندي، الطريقه اللي ناجحه 100% وما كيخسرش وكيدوم عندي واحد المده طويله. كيف ما شفتوا كيلو ديال السنيده مع حامضه وقشور ديال الحامضه، يعني حامضه معصوره والقشور ديالها، وهنا عندي كيلو بين الشهديه والخوخ كي قديكم تقدروا ديروا غير واحد فيهم. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا غادي نقطعهم وغادي نديرهم في الكسرونه ونرجع لكم باش نكمل معكم. صافي كيف ما شفتوا معايا هنا هانتوما من بعد ما قطعتو، هانتوما قطعت الخوخ وقطعت الشهديه كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نزيد السنيده كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما السنيده، وغادي نزيد الحامض والقشور ديال الحامضه. صافي وغادي نخليهم حتى كيترقدوا مزيان مع بعضياتهم، يعني حتى العشيه، ورجع لكم باش نكمل. كيف ما كتشوفوا معايا هالشهديه والخوخ ديالنا غادي نديهم يطيبوا، من بعد ان شاء الله ما غادي يطيبوا وغادي نرجع لكم باش نوريهم لكم. ولكن قبل مني يكونوا ديو الخوخ البنات كيف ما شفتوا معايا من بعد ما ترقدوا، يعني تلقوا ديك المويه ديالهم، غنديهم فوق البوطه يطيبوا. وانتم حنا كيف ما شفتوا معايا البنات هانتوما عاوتاني كيف ما شفتوا نحيد هذه الكشكوشه هانتوما على هذا الشكل هذا باش المربى ديال الشهديه والخوخ يديهم لكم واحد المده طويله كيف ما شفتوا معايا. هانتوما فين ما تطلع ديك الكشكوشه البنات تحيدوا، فين ما تطلع الكشكوشه تحيدوا الكشكوشه ما تخليوهاش. صافي من بعد ما يطيب ان شاء الله ورجع لكم باش نوريكم الشكل ديالو. وكي قلت لكم ما تخليوش هذيك الكشكوشه ضروري تبقاو تحيدوها من الجنيبات كيف ما شفتوا معايا كطلع بحال هكا ولا طلع من الوسط صافي تحيدوه. يطيب ان شاء الله ورجع لكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما ها هو بدات كتجمع ديك الكشكوشه، من بعد ان شاء الله غادي نحيدها وعاد من قبيله وانا تنحيد في الكشكوشه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غادي نحيدها عاوتاني وغادي نخلي داكشي يطيب على خاطر. كتشوفوا هانتوما ها هو الخوخ والشهديه من بعد ما طابوا غادي نطحنهم ولا دوزهم الحكاكه ديال المطيشه، ومن بعد ان شاء الله ما يبردوا نوريكم القوام ديالهم كيفاش كيكون. هانتوما هانتوما شوفوا كيف ما شفتوا هذا هو الشكل ديالو هذا الشكل هذا هذا هانتوما هذا الشكل. كيف ما شفتوا معايا البنات الشكل النهائي ديالو من بعد ما كيبرد كيف ما شفتوا، يعني كيتبدل ليه حتى اللون وكيعاود يتقال. طبعا كيبقى لكم الاختيار واش بغيتوا بحال هكا تقيل شويه ولا جاري ولا تقل بحال على هكا. صافي دابا غادي نجمع في القرعه ديال الزاج قرعه كيكونوا معقدين، لايك واشتراك في القناه وتحتفظوا بكم كاملين كنبغيكم كنموت عليكم يا احلى واجمل متتبعين. تبارك الله شوف.